الديمقراطية خلف وراءه فراغا كبيرا، فراغ قد يؤدي إلى شق صف داعش في وقت تتوالى فيه خسائر التنظيم، إن لجهة القادة وإن لجهة المناطق التي كان يحتلها. إليكم تحليلنا. في أعقاب قتل شيشاني باتت مهمة داعش الرئيسة والملحة. اختيار الرجل الثاني في التنظيم مهمة جوهرية وحساسة، كون من سيملأ الفراغ يحظى بإمكانية أن يكون بديلا عن البغدادي في حال الإطاحة بالأخير أو وقوعه قيد الأسر أو القتل. وبإطاحة الشيشاني من المعادلة، فإن مرشحين اثنين يتصدران الصراع لاستبدال البغدادي، أبو علاء الأنباري وأبو محمد العدناني. وبطبيعة الحال هناك تنافس قوي وعداوة محتملة بين الأنباري والعدناني، فالصراع على القيادة في تنظيم قائم على العنف كداعش لا يمكن أن يكون سهلا أو سلميا. قتل الشيشاني يعقد الموقف، وبات على المقاتلين الذين كانوا تابعين للشيشاني أن يختاروا أحد المرشحين المتبقين، وهذا بالنسبة للعديد من أعضاء التنظيم يعد مسألة حياة أو موت، فمساندة الرجل الخطأ سينتهي حتما بالموت. قتل الشيشاني خفض عدد المرشحين المحتملين للقيادة من 3 مرشحين إلى 2، وهذا بالطبع عامل ضغط على كل من الأنباري والعدناني، وسيفتح المجال أمام المزيد من الانقسامات في وجهات النظر داخل التنظيم حول من هو الأحق بمنصب الخلافة. في المقابل هناك احتمالية ظهور مرشح ثالث جديد، وهذا الأمر سيدفع بالمقاتلين الأجانب إلى تشكيل تحالف لدعمه. من هم المرشحون المحتملون؟ وما هي جنسيتهم؟ وما هي انتماءاتهم العرقية؟ هل سيرغب المقاتلون الأجانب بخليفة غير عراقي أو غير سوري؟ من المؤكد أن وجود البغدادي لن يدوم للأبد، ولكن من يرغب البغدادي في أن يخلفه؟ بناء على كل ذلك، وبينما يحتدم الصراع داخل التنظيم حول مسألة اختيار وحسم مسألة القيادة، سيشكل ذلك خطوة إضافية حتما نحو نهاية التنظيم. من بون الألمانية معي عبر سكايب جاسم محمد، رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسة مكافحة الإرهاب والاستخبارات. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد جاسم. نبدأ بموضوع القيادات، ماذا سيحل بقيادة داعش بعد الشيشاني؟ سؤال التقرير. المنافسة كما جاء في التقرير هي تشتد، خاصة ما بين أبو علاء العفري وكذلك أبو محمد العدناني، إن لم يكن هنالك مرشحون آخرون. فيعني وفق الدراسات كانت هنالك ربما حظوة إلى العفري أكثر من أبو محمد العدناني. يذكر أنه هذا التنظيم ربما يختلف عن بقية التنظيمات بين مزدوجين الجهادية مثل تنظيم القاعدة وغيرها، أن هذا التنظيم يقوم أساسا على العلاقات الشخصية والعلاقات العامة، يعني أكثر مما يقوم على أيديولوجية بين مزدوجين سلفية جهادية. فإذا في تقديري أنه العراقيون لهم الحظوة أو الفرصة أكثر من غيرهم من العرب أو من الأجانب. نعم. هل نتوقع انقسامات جديدة بعد قتل الشيشاني سيد جاسم أم ليس بالضرورة؟ بالتأكيد الانقسامات هي موجودة أصلا، الانقسامات هي أو تداعياتها هي مركبة، يعني هنالك خلافات داخل مقاتلي القوقاز والشيشان وآسيا الوسطى ربما، وكذلك انقسامات ربما أو خلافات داخل الخط الأول والثاني من تنظيم داعش، لكن الأهم اللي أجدها أنه هي الخلافات داخل مقاتلي الشيشان. يذكر بأن مقاتلي الشيشان يعني بعد التحاقهم في تنظيم داعش كانت هنالك انشقاقات، هنالك جيش المهاجرين التشكيل الاول والتشكيل الثاني الذي كان يتزعمه صلاح الدين الشيشاني الذي التحق بالنصره، كذلك هنالك جبد الخلافه ايضا من مقاتلي الشيشان وكذلك جيش المهاجرين. فاذا نحن نتحدث عن فصائل من الشيشان. يذكر بان هؤلاء المقاتلين التحقوا بداعش نتيجه يعني زعيمهم ابو عمر الشيشاني. مقتل الشيشاني يعني سوف يكون هنالك خلافات داخل مقاتلي الشيشان، وكذلك سيكون خلافات داخل مقاتليها من ينوب جيش المهاجرين او الاجانب داخل تنظيم داعش. هذه النقطه الرئيسيه. نعم. فاجد سوف يكون هنالك تهرب وتسرب من داخل تنظيم داعش داخل القيادات الشيشان. طيب ساعود لنقطه من ينوب بموضوع الشيشاني وكونه شيشاني.
ونتحدث عن ربما انقسامات وما إلى ذلك بصفوف الشيشان داخل داعش، هل يتغير الموضوع وفق جنسية القائد الذي قتل؟ هل هذا مرتبط ربما بأرقام أعداد المقاتلين من الشيشان مثلا؟ مقاتلي شيشان يعتبرون يعني وفق الإحصائيات وصل داخل تنظيم داعش إلى 8000 مقاتل، وشراسة مقاتلي شيشان هم معروفين بشراستهم وقوتهم البدنية، حتى أنه في ليبيا برغم هم يقاتلون في سوريا تم انتدابهم أيضا أو تكليفهم للقتال أيضا في مهام خاصة في سوريا، فإذا هم يعتبرون رقم صعب داخل تنظيم داعش وفق خسارة يعني ضمن مرحلة يخسر التنظيم فيها الكثير من مقاتليه وتسرب من المقاتلين الأجانب وكذلك أها، المحليين. نعم يعني بالتالي هذا يؤثر بكونهم يعني من الأرقام أو رقم صعب كما قلت داخل داعش، كونهم بهذا العدد، كونهم بهذه الشراسة في القتال، أن يحدث انقسامات، أن يحدث تغيير، يعني هذا يؤثر بالتالي في التنظيم. بالتأكيد التنظيم الآن يحتاج إلى المصادر البشرية، وهم يعتبرون الرقم صعب والعدد يعتبرهم يعني مقاتلين ميدانيين يعني، وليس في إدارة إعلام أو لوجستي أو نعم تعبئة، هم مقاتلين ميدانيين، فأجد أنه المقاتلين الشيشان سوف يكون لهم تأثير سلبي، تداعياته تأثير أها سلبي على التنظيم وهيكلية التنظيم. نعم طيب بس بنقطة من ينوب سيد جاسم، أليس من الضروري اليوم بات لداعش خاصة بعد الخسائر التي يتكبدها الخسارة تلو الأخرى فيما يتعلق بالقيادات تحديدا، أن يحدد هذا الموضوع سابقا، يعني يكون على الأقل في خيارات محصورة وأنه يتم يتخذ القرار بشكل أسرع، يعني هل يفوت هذا الموضوع داعش؟ ربما يعني كانت هنالك أسئلة، يعني هذه الأسئلة في أعقاب مقتل أبو مسلم التركماني، وفي أعقاب كانت أخبار أنه احتمال تعرض أبو بكر البغدادي إلى الإصابة، لكن يعني الأخبار تقول أنه ربما يعني أبو بكر البغدادي هو من يختار الشخص الثاني، وهذا ربما حصل ولكن لم يتم الإعلان عنه. وجدت يعني من خلال المتابعة أنه كان أبو علاء العفري كان له ظهور إعلامي أكثر من أبو محمد العدناني خلال تلك الفترة خلال عام 2015 وسط يعني تسريبات أنه أبو بكر البغدادي كان معرض إلى الإصابة أو كان غير قادر على إدارة التنظيم، فأجد أنه من العراقيين وخاصة أبو علاء العفري ربما هو الشخص الثاني سيكون من يخلف البغدادي. نعم أنا أشكرك جزيلا دائما سيد جاسم محمد رئيس المركز الأوروبي العربي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات من بون.